جينا عشان يكون عندنا خضر زيادة في قطر وما يكون يعني يكون عندنا أكسجين زيادة. وإحنا هني عشان نزرع ونحافظ على البيئة. إحنا جايين اليوم عشان نغرس بعض من الأشجار للحفاظ على البيئة القطرية. حقيقة وجودنا هنا باعتبار احنا في مجموعة اللي يسموها الكوميونيتي ديفلوبمنت يعني في قطر اللي هي تشمل حوالي 13 أو 14 سنتر تابع للمؤسسة. نحن يعني نؤمن أن دولة قطر يعني في كل مجالات تقدمت، والمجال الزراعي ليس بعيدا أيضا أن تتقدم فيه وأن تبني فيه وأن تعلي فيه. وطبعا اليوم كما تعرفون هو اليوم 26 هو يوم البيئة، فاستغلالا لهذا الوقت الحقيقة ولهذه المناسبة، فإن الوحدة الخاصة بالوحدة القرآنية في الحديقة القرآنية آلت على نفسها أن تشارك في هذا الموضوع وتضع لبنة أساسية وهي زراعة شتلات في هذا اليوم للتذكير ولإعلاء شأن البيئة.